شوفي نقول لك، غلط. هنا انا غلط. غادي نجاوبك، هنا انا غادي نجاوبك. انا ما عارفاش مثلا شنو كان واقع بيناتكم، مثلا انت وهذاك الشخص في الخاص، ما عارفاش شنو واقع. دونك انا ما غاديش نقدر نحكم، فهمتي؟ ولكن نقدر نقول لك في قدام الناس نتاع باش تهدي الوضع صحيح ولا مش صحيح. كيف كيف ما سمعتك انت، ما تحكمي عليه في الخاص، تحكمي عليه قدام الناس باش انسان عمل شيء باش يهدي الوضع. انا كنت سمعي سمعي، انا كنت بس هي ضحى بدون موافقته. اتكلمي مع الخاص، خلينا خلينا من ردة فعله هو، من ردة فعل الناس. انا كنت نتفرج في اللايف، انا كنت نتفرج في اللايف. سمعي سمعيني ضحى بليز سمعيني، انا كنت نتفرج في اللايف ديالك، يا كنت نتفرج في اللايف اخر لايف ديالك قبل ما تدخلي الدعميه. جاو صيفطوا لي ميزامي اللاتينيين قالوا لي اشنو كتقول ضحى في اللايف. قلت لهم انها كتقول بوينس بالابراس، كلام زوين على كانيتا، كتقول بانه حنا بغينا الحب والسلام، ما بغيتش مشاكل وهكا. فعجبني الحال بزاف، قلت صافي هنا سالات المشاكل. فهمتي؟ بالعكس عجبتيني هنا. فاش انا نعست ما تفرجتش صراحه في اللايف ديال الشخص الاخر، قمت الصباح لقيت انه 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 دخلتي ودعمتي. شوفي نقول لك، شوفي نقول لك، انا واحد الانسان اللي نقدر نقول لك انني انا كنحس بك. علاش؟ حيت مثلا نقدر نقول ان مثلا داك الانسان الاخر هو كان ساد الباب مثلا ديال الحوار، وانت مثلا بهذاك الفعل اللي درتي بغيتي تحلي باب اخر مثلا للحوار او للصلح، لا جو سي با جو سي با. يعني هنا ما غاديش نتدخل انا في النوايا ديالك. يعني انا غنقول لك انني كنت جو سوي كونتر ردات الفعل، ولكن ماشي ديال كانيتا ولا ديالك انت. انا كنت جو سوي كونتر ردات الفعل ديال الفانز، ديال الفانز. علاش؟ حيت الفانز هو السبب، وهو اللي الفانز عمل ردة فعل من ردة فعل لصاحب اللايف. ما يعملش. علاش نسولك؟ علاش ما تخليوش، علاش ما يخليوش انا واحد يجوج مع بعضياتهم يحلوا المشكل؟ الفانز مش الفانز يتحكم فينا. فوالا انت، فوالا اكزاكتومون، انت اللي كتحكم. احنا نتحكم في الدور. انا كنت وهو قال شكرا باركي. كان الموضوع كان الناس الكل كان تصور انا كان دعمته وهو شوفي قال شكرا. شوفي نقول لك سي 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 نقول لك، ولكن انت كنتي عارفه ان مثلا لي سونتيمون ديال داك الانسان في ديك اللحظه، يعني انتما كنتو ديجا، يمكن انا ما عرفتش اللي وقع بيناتكم، تقدروا تكونوا ديجا مخاصمين مع بعضياتكم. يقد يكون هو مثلا غاير، يقد يكون هو يعني واخذ موقف منك بديك. شوفي نقول لك، لكل فعل رد فعل. فهمتي؟ يعني كان حطيتي في ضغط يا ضحى. اذا كان شكرا حطيتي في ضغط، واذا كان قلت حطيتي يعني في ضغط، كانك حطيتي في الواقع وهو اللي يعني قرر. اسمعيني ضحى، يعني بعد ما صار مثلا نقولوا مثلا هو غلط بردة الفعل ديالو، علاش مثلا كنتي تكتبي فقط مثلا رساله ولا مثلا تقولي شوفوا هذا الامر بين اثنين ما عندكمش دخل، يعني وتكلمي انت وياه خاص وتحلوا الموضوع. اشنو كان غادي يوقع لو كان سهل الموضوع مثلا بحال هكا؟ جاوبي شنو كان غادي يوقع كون ما تدخلش الفانز وما تدخل حتى شي مشرف لا من الجهه الاخرى ولا من الجهه ديالك؟ شنو كان غادي يوقع؟ الفانز احنا نتحكم، كي انا دعمته فانزي كان حب وسليم وسيكت ومحليه، كي انت تقول شو درا شنو الفانز تاعك يعمل هيت دراما وفانزي. علاش؟ اسمعيني ضحى، لازمني نمشي خاطر طولنا ونقاشنا مش متفاهم. انت تحاولي تطلعي بيا وتمشي بيا لبلايص غلطين، وما تحبيش لا يا حبيبي. لا انت تقولي راه غلطت في رده الفعل. اما انا هاني باش نقولها لك هو راه غلط، كيما انا فما مرات اخرين غلطت فيهم. ميساج عادي لارينا، قولي راه غلطت عادي. عادي، وين المشكل؟ زوز غلط. فوالا هادشي اللي بغيت نقول لك. انت ولا فانز ولا ترى شنو؟ كيما انا نحترم. هادشي اللي بغيت نقول لك يا ضحى، يا ضحى هادشي اللي بغيت نقول لك انه. باش نقول لك حاجه ونقولها قدام الناس الكل. هو غلط وانا ما غلطتش، اللي عملته انا صحيح خاطر انا باش. لا ما تقوليش انت ما غلطتيش، لانه هذيك اللي عملته نهارتها اللي سبب ضجه شهيدي الكل. الدعم والكلام اللي قلته صحيح، طلعت لايفي ما لعبتش وكل شيء، قلت حب وسلام ودعمت باش نوقف هذايا الكل. في الاخر نلقى السب ونلقى الشتم. انا هي الانسان نظره. حبيبتي شوفي نقول لك، غير ما تقوليش مثلا، غير ما تقوليش ان مثلا انا ما غلطتش. علاش؟ حيت حنا مش آلهة. غلطت في حاجه تقبل. اما في الشغله هذيك كان ينجم هو يقول شكرا، وبكره تلقى الجستيت الناس كلها محليهم والناس كلها حب وسليم وهم رجعوا اصحاب وتلقى مصابيح. سمعي نقول لك الناس، بس انت كتعرفي خلت الناس كل تعمل باش من عنده مش راضيين على هذا. بوح نحكي لك كيما انا عندي فيها اصحاب مش راضيين، بس انا يتحكموا فيا الاشخاص من عندي ولا هو من عنده. وزاد ما نقولش يتحكم فيا خاطر راه في الريكس. شوفي بوح، انت تعرفي لما نوقف نخلي تعرفي عقلية مثلا ما بنعرف ولا شيء. الامان خاطر تليفوني باش يتسكر.
هو طفل ركز وما يتحكم فيه حتى حد، والكلام اللي يقوله راه يقول فيه وحده. فما ناس تقول لك هذا يتحكموا فيه وما يتحكموش فيه، انا نعرف طفل بالكلام راه ما يتحكم فيه حد. الله يعطيك الصحه دابا تكلمت عدى على برشا ناس على خاطري انا يكرهوني، وراه الحمد لله دابا كتقول لي برشا حاجات، راه عمل برشا حاجات على خاطري وطفل به ماهوش خايب. فوالا لا فوالا اما عمل ردة فعل خايبه، يا ريت يا كانيتا كان يوصلك الكلام هذا تحاول تصلح، خاطر الكره عندك انت والغلطه عندك انت. ميساج مانيش طالبه منك تكلمني، مانيش طالبه منك. الجمهور العربي راه جمهور طيب وحساس، قول كلمه انا اسف على حق الشو اللي عملت. انا جو سوي داكو، ما حشتيش باش نرجع انا وياك اصحاب، ما حشتي حتى شيء. اما التيمات كلها تولي اصحاب، كلمه باهيه في حقنا كومي، وقفنا معاك وقفنا مع بعضنا. شوف التيم لاتان كيفاه معايا، الناس الكل تدعى، كلمه باهيه قادره تهدي كل شيء، خاطرك انت راك لي بلبزتها وراك وقفت معانا وشفنا منك كان الخير كما انت شفت منا كان البيه، وانت تعرف شنو عملنا معاك. باقي راك بلبزتها انا بدي احكي اكزاكتومون هادشي اللي بغيت، هادشي انا كتعجبني فاش كتقول حاجات بصح كون نقولهم راح ندير فتنه، فمش حابه نحكي ضحى. لا لا شوفي شوفي احنا ما بغينا نفتن، لا حيت احنا ما بغيناش نفتن. انت حكمت عليا من صوره، روحي شوفي من صوره. انا لو احكي راح اسبب فتنه. لا غزوله انا تو وصلوني رسائل قالوا لي راه غزوله تحبك وديما تدافع عليك، ولا وصلوني تو وراي انسان نشرت استغلال ميكس إليك، لا تشوف إذا نحن بندعم كلمتنا. نعرف يا ضحى كل اللي هون غزولة الصراحة أنا ما بعرفك يا ضحى، نحن منحبك وأنا كنت فانزك قبل. الله يخليك يا عمري، أنا شوفي خطر أنا شو يا روحي خصوصياتكم نحن ما لنا شأن فيها، بتحرقوا بعض بتضربوا بعض، عيب يطلع على العالم. صح ضحى كل اللي هنا مشكلة تنشري خصوصيات إنسان وشو يعمل بالخاص. يا ضحى شيء كثير غلط أنك تقولي شو أنه جاي ترجاكي أو جايبكي، كيف تحكي على رجل يعني جاء. لا شوفي ضحى ما تحكي للناس. اسمعيني يا شمس ضحى ما تحكي للناس. مثلا الشيء اللي يصير بالخاص كيف تحس بهذاك الشخص لما تحكي للناس أنه جايبكي عشان ضحى. المشرفين هم اللي يحكوا على الخاص مو ضحى. اسمعيني يا شمس قلت لك بنات خلص سكروا، لا بقى تحكوا بالموضوع سكروا رجاء خلص، مشان ما يتأول حكي خلص سكروا خلص. ما بدنا اي فتنه وما بدنا كلام يعني احنا نسمعها. يلا سكروا بنات ولا ولا ما بدنا اليوم يعني كانت يعني فرصه حلوه انه ضحى طلعت، ولهيك راح نقص كل الامور بدايه من اليوم. صح يعني تكلمنا بوجهها وتكلمنا بصراحه، وهي تكلمت معنا باحترام ونتمنى نبدا صفحه جديده تنتهي الامور وتبتدا صفحه جديده. شوفي المهم اني انا صفحه جديده لا ريم ولا حرف انزلي. وبشكر يعني ضحى كل فانزات الموجودين هون. اشنو قلتي؟ عطيتك لا تحكي عشان ما يتأول حكي اليوم. كانت راح تصير عركة. يلا بنات نحترم الكل. تعرفي انه بصراحة شوفي بصراحة يعني نحترم والله حلوة منها، حلوة ان تكلمت ووضحت. اكيد شوفي الانسان انه يفتح باب صوتنا فوالا كل شيء قلنا وبتمنى كمان تحترموا راينا كمان، لانه زي ما انتم مفكرين رايكم صحيح نحنا كمان من حقنا نمد رأينا. تمام، فبتمنى ما حدا يجي يهاجم أو يجي يقول شيء. نحنا تكلمنا بوجهها وكان عندها فرصة تدافع على نفسها، فما بتدافعوا أنتم مكانها. نحنا كنا نتكلم معها وجه لوجه، فلو كنا نحنا غلطين معها هي ترد علينا، فما تردوا أنتم علينا وتقول يعني كلام في مكانها. تمام، ما حدا يجي ويقول كلام في مكانها. نحنا كنا نتكلم وجه لوجه معها، لو كان في شيء غلط هي بترد علينا. تمام، ما حدا يجي يرد علينا. اسمعوني الناس اللي في اللايف دابا يعني شنو قالت ضحى دابا؟ قالت بأنني أنا ما نحكيش مثلا مع مشرفين وما نقولهم شنو غيديروا. يعني نتوما مثلا اللي طالع الاكسبلور وكيقول بان ديك الكلام مثلا اللي قالت عبير، فهمتي؟ يعني انه مثلا ماشي صحيح. يعني ضحى قالت انا بغيت الحب والسلام وما بغيتش الحرب وما بغيتش شي حوايج بحال هكا. دونك يعني الامر واضح، ضحى قالت حب والسلام. دونك رجاء وقفوا الهجوم لحتى يوقف التيم الاخر الهجوم. رجاء وهي ديجا من هضرتنا معاها توضح انه احنا ما بنكرهاش، احنا فعلا احنا فعل ليها. انا اخر فيديو عملته انه قبل ما تصير
انتو سمعتوها الان قبل ما تصير المشكله انها بتحترم كانيتا وبتعتبره شخص كويس، ليش عم تكتبوا القاب عنه قبل ما تصير هالمشكله؟ ليش عم تكتبوا القاب؟ قالت وهي قالت هي اعترفت.